رشه ملح. اول شيء بدنا نحكي كرمال جون. جون قال انه فكر اخر حلقه، انا فكرت انه اخر حلقه ما بيطلع معنا ولا احد، قلنا مرتاحين. طلع لا، اخر حلقه انه على الاويرنس تاعت قانون السر، حنمرق له اياه، بدنا نتحمله كل احد، شو بدنا نعمل؟ انا بحب اعرف اسال الشيف ليه هالهجوم من على بكره علي، يعني ما بعرف، بس اكلك طيب يعني هلا قتلتني. افكر كثير، لا بقلك افكر كثير.